يعطيك مصدر رزق جديد للي في استراليا. لاحظ الشعب الاسترالي اللي هو اصول انجليزيه اسكتلنديه ولزيه ايرش ايرلنديين، فيهم جيرمان المان على بلجيم على بلجيكا على مر هذه الدول. الشعوب هذه ترى تهتم بالزهور والحديقه والورود والاعشاب. الشعوب هذه تحب الطبيعه، الشعوب هذه تحب الحياه بشكل كبير. يعني من ضمن هذه الامور هذه الزهور، اهتمام فيها، تغليمها، تقصيصها، تغذيتها، زراعتها. هذه وظيفة في استراليا اسمها لاندسكيبن. ناس تعشق الورود خصوصا الكبار بالسن، يعني اذا تقاعدت ولا قعدت في البيت تحب انها تهتم بالزهور، ولكن في عمل اكبر من هذا الشيء، فمحتاجين احنا شخص يطلق عليه اللاندسكيبن واللاندسكيبر. احب الحديقة، اهتمام الشعب الاسترالي في هذه الحدائق الجميلة. هذه يبدو ان السيتي كانسل والعلم الاسترالي، وهذاك علم الأوبرجنال السكان الأصليين الأسترالي، وتكلمت عليهم وسويت حلقة فيديو عليهم أيضا، وراح إن شاء الله أتعمق فيهم إن شاء الله نعطيهم حقهم. ولاحظ منظر الحديقة جميلة. في شخص سويها من هذا الشخص اللي هو اللاندسكيبر. بس خلنا نرفس شوي. حلو واحد فعل بالرفس العجيب. أستراليا في شغلة اسمها اللاندسكيبن. لاندسكيبن، هذا اللاندسكيبن، هذا نفس اللي يسمونه الجنايني. عندك العدة، كل بيت في استراليا لازم تكون حديقة 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 حدائق. هذا عمل مهم جدا، لازم تكون عندك العدة، الخشب، الحديقة، الطابوق، عندك المنشار، لازم يكون عندك بن. هذا بن يسمونه، يعني حق الربش، لازم لأن تتخالف هني كل شيء فلوس، هني كل شيء لازم تدفع فلوس فتتخالف. هني انت تحط اغراضك، تنظف الارضيه، هذه فلوسها جميله وشغلها عدل. ان شاء الله راح نشوف الحديقه ايش راح يصير كلها. بس هذا اللي ما عنده شغل، اللي يفكر بوظيفه يسوي شيء، يعني بالمصر يسمونه جنيني. نسوي هذه ايضا ان شاء الله. هذا شكل وراح يكون شكله غير ان شاء الله. رياده ابو علي الورده. زراعة النخيل في استراليا ترى منظرها جميل هنا، فيعشقونها. تلاحظ البلد كلها خضرة، لاحظ عندك الخضار مهم في البيوت. فحلو هذا، هاي بنا من دول عربية، هذه واضحة محتاجة ناس أو وظيفة مش مشهورة، وظيفة مهمة. اللاندسكيبن، اللاندسكيبن وظيفة مهمة جدا. أنواع الزهور اللي فيها، الشير، العشب، الديزاين، عندك التصميم، عندك القص، التغليم، هذا كله مهم في استراليا. فهذه وظيفة مهمة جدا. هذا البيت نفس اللي بس فقط شجرتين. ولاحظ البيت هذا خضار، في فرق هني، تلاقي فرق بالسعر. هذا يمكن أغلى شوي لأنه على الزاوية، بس يعطيك منظر يخليك انت تشتري ويخليك رغبك بالبيت. لاحظ البيت ما في شيء، شوف جاره، شوف الزهور، الاغلام، شجره جميله عندك هني. شوف حلو، منظر جميل صراحه. شوف البيت اللي يمه مو مهتم، واضح هناك لا حاط زهور. بلد هذه وظيفه مهمه. قص الحشيش انا تكلمت عليها، لكن لا، الحدائق والتصميم، شوف الالوان شيء جميل. هذا البيت نسبيا اغلى من هذا، ليش؟ عطاء المنظر، هذه الزهور هذه تعطيك سعر زياده اصلا حتى اللي بيبيع بكره، شيء جميل. هذا الهدهد، استراليا محلاه. الله شو رايح. جميلة بلد، جميلة جميلة استراليا. زارع تين، الله شجر التين، ما خليه يتقطع، لو ابو الجزائر يقطع على راحتك. شوف لاحظ مغطي التين، هذا مسويه حتى يحافظ على الشجر نفسها، شجر التين. لاحظ الزرع والفن والطراز،
الطابوق عندك منسقه، هذا فن بروحه، فن هذا بروحه وظيفه باستراليا. تقول بس شلون؟ اوكي شلون سهل هالعمليه، يا اما تنزل اعلان يكون عندك صفحه، اهم شيء صفحه انستغرام ولا في البرامج الاجتماعيه هذه والفيسبوك يسمونها وورد ماث، تقول لهم للناس تحط لزقات، ما عندك مانع سوي لك واتساب جروب، سوي لك جروبات. لاحظ الشجره هذا هني شوي شوي هني تطور نفسك، تلاقي نفسك عندك زباين واحد يجيب الثاني. ونقطه مهمه جدا، تعامل مع منو؟ مع البنايين، هم اللي يبون لك شغل. متلاقي بيت، لاحظ اعطيك فن الشغل شلون تجيب زباين، شلون تجيب كاستمر. يوم تلاقي بيت كذي بهالطريقه هذه، مو غلط انك تحط اعلانك، هذه رخصه البيت من البلديه لازم تحطها، تحط رخصه، تحط لك هني لوحه تقول لاندسكيبن او وظيفه اخرى هتكلم عليها، تنظيف البيوت بعد التشطيب، هذه وظيفه اخرى، هذه بروحها غاليه يعني. ترى على فكره الساعه عندهم تقريبا $100 هني للمهن هذه، جد الساعه ب $100. هذا المهن تكلمت عليها راح اتكلم عليها ان شاء الله، بس انت شلون تحط اعلان تقول لاندسكيبن، انا هني اسوي حديقه مزرعه، انظف لك الحديقه، يعني هذه بيلها قص. صاحب البيت يقول لك لا والله ابي، حتى اللي ببيع فيها سعر. لاحظ هذا حاط اعلانه، هذا يقول لك فلان الفلاني عندي كونستراكشن، عندي بناي، عندي بريك لايرز، يسوي لك بريك، يسوي لك طابوق. لاحظ هذا حديقه تعبانه منتهيه راحه فيها، لكن ليش؟ هذا قبل بناء. خلينا نشوف النهايه الفينشين ماله شلون راح يصير، راح يكون بيت جميل امامه حديقه. من اللي يسوي حديقه؟ ابو اللاندسكيبن. تحط اعلانك هني، مو شرط وانت ماشي بسيارتك توقف، حط اعلانك وامشي، ما عندك اي مشكله، ما عندك اي مخالفه، عاديه الامور هني سهله. بالعكس هم يتصلون عليك من منظف، من تشطيب، من كونكريت، هذه الامور راح اتكلم عليها ان شاء الله. بس اعطيك على موضوعنا اليوم، على موضوع لاندسكيبن، شلون تجيب زباين، شنو الفن فيها، وشلون تشتغل صح، لان شغلها جد ما شاء الله، فيها فلوس كثيره وفي نقص شديد كالعاده يعني باستراليا. يعني حتى اللي سوي عندي الحديقه يقول العامل اللي طلبته يجي اليوم ماجح مو فاضي. فلاحظ الحدائق لها دور في سعر البيت، ومطلوبه ومهمه جدا. مو يجيك واحد يقول لك والله تغشف وعيش ب $10 و$20 باليوم، غلط. يجي واحد يقول لي الحين بدر، اخ بدر احنا منين نشتري هذا؟ اوكي احنا اقتنعنا بالفكره، الشغل حلو، فيها فائده، البلد خضراء، محتاجين. تروح المكان اسمه البانكس، هذا البانكس موجود بكل مدينه، بكل منطقه، بكل ولايه، كل منطقه تقريبا عندهم فرع معين كبير. في دش كل شيء موجود يخص البناء والزرع والحديقه والمعدات والاغراض والارفيشلز وال العشب الصناعي عندهم، عندهم المزهريات، عندهم الورود، عندهم خضار، فكل شيء موجود عندهم في هذا المكان بانكس. الحين بدخلك عالم اللاندسكيبن. انزين تقول لي بدي شلون اشتري بضاعه، شلون اشتري، اطور نفسي، شلون اشتغل، شلون ارتب امور. لاحظ انت في شركه اسمها بانكس، هذه ارخصهم وافضلهم، في شركات كثيره بس البانكس كل شيء فيه متوفر. لاحظ ناس هنا كثيره، لاحظ البانكس، لاحظ الزهور، تشتري مني ب $12 وتبيع الريال ب $50، ايش تبي بعد؟ اسعارهم رخيصه. هذا البانكس مشهورين هنا في استراليا، المكتوب البانكس، عملت عليه حلقه باليوتيوب، راح اخلي الرابط تحت اللي يبي يستفيد شنو يشتري بالبانكس وشنو هو بانكس وشنو حصل من بانكس. هذه تطلع كم سعرها وتبيع على صاحب المزرعه، تعرف تستفيد هنا، تعرف تشتغل، تاخذ منهم اسعار رخيصه وتقول له شغل ايدي، تحط شغل ايدك، يحطون قاعده، يحطون عليها الزهور، الشجر، الشجر هذا عندك، الزرع، الفواكه، الفروت، حتى عندهم يبيعون كل شيء، عندهم عندهم فواكه، عندهم تفاح هني مثل ما تشوف. خير خير، ازرع يا باشا، ازرع وتعلم الزراعه واترك عنك تغشف وعيش ب $10 وكيف اوفر لك وكيف تخليك تعيش متغشف متكسع تعبان. لا يا اخوي، لا لا، تعلم الشغل، تعلم شلون تشتغل طبيعي. صحيح صحيح، تقطع من عندي الحين تاكل الحين، والله لا تاكل هي، بس عندك السماد هني، لاحظ عندك سماد، عندك هذه اللي بحط عليها اللي يحب الالوان، هذا الفخار، جميع الاحجام عندك، اسعارهم رخيصه على الدولار، هذه دولارين، هذه زين عندنا وشين حوالينا عندهم في بانكس. هذه ادوات اللاندسكيبن، شلون انت تستفيد، عند حتى كاشي، لاحظ هذا كل شيء يخص لك اللاندسكيبن، الزراعه، حديقه البيت، الواجهة البيت اللي هي لازم تكون جميلة، اللي بيبيع، اللي بيحب منظر جميل، اللي بيحب يستفيد، اللي يحب يرتاح. انت عندك شغل التعب وشغل الحياة، بترتاح ببيتك، فهذه عندك انت الامور، انت تقدر تستفيد من هذه الافكار اللي اعطيك اياها. حط لك اسد هني لا يعضك، بس كل شيء متوفر لك في هذا السكشن اللي فيه اللاندسكيب، مو داخل اللي برا.
عندك عربانة تقدر تشيل وتحمل تشتري الجرة هذه يعرفونها. تعلم شلون تعلم زراعة. كثير أنا من الشباب سألوني بدر وين المكان الحديقة، شنو البلد فيها زراعة. أغلب المتابعين صراحة ملاحظهم مهتمين بالزراعة. أنا بتكنيع الزراعة، الزراعة مهمة بأستراليا، بلد خضرة تترك نص الأسترالي حوالين أستراليا، وأغلب الشعب الأسترالي ساكن فيه حوالين البحر، يعني من طبعا 25 كيلو من البحر. فكثير كثير من الأستراليين يهتمون في لاحظ الزباين هني، لاحظ الشعب كثير ناس يهتمون في هذا الزراعة لاندسكيبين. تعلم هذه الوظيفة رائعة جدا، فيها فائدة، أقل ساعة يوميتك لا تقل عن $100 بالساعة. تعلمها، مو غلط. ما عندك وظيفة تعلم هذه الوظيفة. عندك ريحان، عندك كرفس، عندك جميع أنواع الخضار تحط بيتك. هذا ليمون، شغل عندك، كل شيء موجود، كل شيء موجود في استراليا. ليمون، خضار، فواكه، كل شيء تزرع. يا سلام يا سلام، هذه خيرات رب العالمين، ما تخلص. المطر موجود، هي متوفر، لا تحاتي، هي مطر على طول. ليش قلت لك في ناس ساكنة على طول غريبة على البحر؟ الشعب الأسترالي ناس تهتم في هذه الزراعة. هذا موقف نوقف عنده، هذا موقف نوقف عنده. ما في غشني العسل يطلع لك، ما في غش. هذه النحلة شفتها، تغذى من النح، تغذى من العسل، وسوي لك هذه المسدسات هذه مالتها وعيش يا ولد. هذا طبيعي، ما عندهم غش. ما يصير هناك ربعنا يحطوا لك سكر ويحطوا لك دبس ويقول لك هذا عسل طبيعي. لا، هني طبيعي. هذه شفتها، هذه نحلة، شحلاتها لا ضايقة. بس إذا أنت تبي تسهر بيتك، تنظف بيتك، ترتبه من داخل، حتى أعطي لك صفيحة هني ولا أروع، وطبيعي، ما في غش هني، ما عندهم غش هني. قدامك والأسعار قدامك. قلت لك أول ما تسوي، سوي لك صفحة على الانستغرام. شوف شوف شوف، هذه تزيد لك سعر 100,000 على سعر البيت. هذا الحديقة تغير لك سعر البيت، والله جد يعطيك الحديقة تواجه البيت، تزيد سعر البيت 100,000. خذها من عندي، أنا رجال أشتغل بالبيوت وأعرف هذا الشيء. هذه الأدوات كل شيء عندك. تقول لي إنزين بدر بشري حلو، هذه الأدوات، يلا أجيبك عندنا الأدوات. الرجال قاعد يشتري بنفسه. لا، كل شيء عندك، الجلوفز، الخشب، الشفل، كل شيء موجود في أستراليا. الحفارات هذولي، الصخر، حتى حاطين لك صار، حتى اللي بيضبط الأعشاب في كذا حديقة راح أوريكم إياها، يتحطون زخرفة البيوت وهذه الأمور. شوف، لاحظ بانينجز، إذا شفت إذا مغطى المكان، هذه الاندور، هذه يسمونها بلانت اندور، هذه تكون داخل البيت، هذه تنزرع داخل البيت، يعني منظر حلو على الطاولة، على الكبت، على هذه الأمور. هاي يسمونها اندور بلانت، هذه كلها اندور. شوف الزحمة، كل الشعب الأبيض يحب الزهور، يحب هذه الخضار، ناس تهتم بالزراعة، فلوسها حلوة، شغلها نظيف ومطلوبة، وفي نقص كبير. مثل ما قال أبو علي، قول العامل ياخذ $150 باليوم، لا بعدين زاد 200، الحين 300 ومو راضي، $300 ومو راضي ياخذ باليوم. عشان تعرفون استراليا فيها شغل. واللي يقول لك، يجيك واحد يقول لك والله انا اخليك تقدر تعيش $100 بالاسبوع، ايش المسخره هذه؟ ولا يجيك واحد انا اخليك تتغشى في حياتك، انا اعلمك شلون تقتصد. غلط غلط غلط. تعلم صنعه، تعلم شغل، تعلم لك حرفه، تعلم شلون تكسب فلوس، تعلم شلون تصير انسان عندك ماده وترتاح وتدفع وتتبرع وتتصدق وتصير عندك امورك طيبه. عالم اخر، الزراعه فن، الزراعه اختراعات، الزراعه ورود، الزراعه لحظه شيء جميل، الزراعه هندسة، يقول لك مهندس زراعي، فهذا علم جميل جدا، هذه وظيفة مهمة جدا باستراليا. في ناس يقول لك أنا ما خلق قص الحشيش يومية وتعبان وشغل عادي، بس بشوف شيء خضر بالبيت، بشوف العشب أخضر. هنا يبيعون العشب الاصطناعي، يسمونه افتشر براس، هذا 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 نفس الزلة بس على نفس شكله، نفس العشب الاسترالي. وعلى فكرة العشب الاسترالي يجي كذا نوع، بافلو، ما بافلو، أنواع كثيرة، يعني أهل الزرع يعرفون أنواع العشب، لكل أرض لها تختلف. لاحظ، ففي أرضية يكون بهذا الشكل، في أرضية بهذا الشكل أيضا، ففي أنواع العشب استرالي كثير على حسب المنطقة. هذا مطلوب جدا في استراليا، اللي يحب يكون قدام البيت، ما يحب يقص الحشيش، ما له خلق 24 ساعة يسوي لومو ما لومو حكي فاضي. ما في ناس ما له خلق يعني يتأذى من هذا الشيء، يقول لك لا، أو يتأذى، أو في ناس عندهم حساسية من العشب، يقول لك لا، عندي أخضر حط لي شيء صناعي. فهذه معلومة مهمة أحب أعطيك إياها. لاحظ، هذا صناعي أيضا، هذا مو عشب، نفس الزلة بس شنو عشب، شوفه قدام البيت، أخضر، أنواع وأشكال وأحجام. هني في البانكس،
مكاتب في شركات في بنوك، لا يقول لك حط لي مزهريه بس، يقول لك لا ما ودي خلها انظف وكذي وعلى طول. وفي شركات يسمونها اندور بلانت، اندور بلانت هو نفس اللاندسكيبن، يحط لك شجره او زهره يسوونها مينتنس في شركات عندها فلوس وما عندها مانع، لا يدفع زياده حق هذا، يجي كل اسبوع كل شهر يسوي لها مينتنس يسوي لها صيانه. اما في بعض الشركات بعض الناس وبعض المكاتب يقول لك لا يا اخوي حط لي بس مش حالك، حط لي عشب نفس هذا شكله طبيعي ولكن هو صناعي. هذا تفتحها كذي يطلع لك رش الماي، الهواز، قسم عندك، ارغام على البريد البيت، هذه نفس كان من بعيد كانها طبيعيه ولكن هي لا صناعيه. شغل الصين يا باشا، ميد ان تشاينا، مو عاجبهم الصين. راحت علينا هذه. ارجع سوي لنا مشاكل بعد. شالات هذه والله ما اخذها البيت والله. جميله هذه. هذا كله افيشال بلانت. مو طبيعي يعني. ايضا عندهم ايضا مثل ما يوفرون لك جميع السبراي قاتل الحشرات عندك، نسم الحشرات، الديدان، مغذي، فيتامين، بويزن، فيتامينات، نوتريشن عندهم اللي في هذا القسم اللي في البانكس. لاحظ حتى الخضروات يعطيك سبراي يعطيك شغلات. هذا البيت هذا ما في حديقه، هذا سعره ارخص من البيت اللي في حديقه. لاحظ هذا بيت وهذه اربع يونتات تكلمنا عليها وراح اتكلم عليها بعد بالتفصيل. في عندك بيت عندك هني، في عندك مزاد على هذا البيت ايضا، اليوم مزاد، اليوم تاريخ اليوم 17/2/2024. هذا البيت هذا اللاندسكيبل، هذا اللاندسكيبل يشتغلون بالبيت بكره ما تدري يمكن يبيع، يمكن بكره يبي منظر جميل بالبيت، يبي شكل بيت حلو، فاحتمال عنده خطه يبيع او هو يبي يصلح اللاندسكيبل. فاللاندسكيبل مهم جدا في استراليا. اللاندسكيبل الزراعه مو بيت كذي نفس هذا قرعه، لا بيتك لازم يكون حديقه وجميل وشغل عدل. هذا هو اللاندسكيبل. قاعد يحفر الرجال لحد الطابوق وشغل عدل، شغله وظيفه ومهمه جدا لي في استراليا. ابو علي عاملك وين؟ عاملك اللي يجي يشتغل معك وين؟ والله عاملي ما اجى اليوم، البت كلهم بطرانين ما يشتغلون، ما يبي يشتغل. يا سلام، يشوفون هاي الفلوس الستلينج على يعني الحاضر ياخذونها، عشان هم الشغل زين تنابلوا ويقعدون بالبيت، ما يبي يشتغل، ما بدي يشتغل. مو عاجبته 200 دولار باليوم؟ مو عاجبته؟ لا عمي لا. كم اعطيته ذاك؟ كم اعطيته زياده؟ مو راضي. والله زياده اعطيته ما لقيت فقير وجاي، خلينا نعطيه زياده ما تمشي. وصل 250 مو راضي. 300 باليوم. اسمع يا حبيبي ما يبي يشتغل. الله يعينك، الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه، راح مقواك الله بعد روحي.